راه حنا كنحشروا وكل شيء كيدوز في هذا الشيء ديالكم وكنتوما تعيشوا ديال الاحباس كتضرب بلادي. اليوم جات كتعبر عن الغضب ديالها وكتحاول تثير انتباه ديال المسؤولين الوضع اللي وصلت ليه. هناك الناس اللي عندهم قضايا في المحاكم تاع الكراء تاع المحلات ما عندهمش من يخلصوها. هناك الناس اللي ما لاقينش ما ياكلوا ولادهم اللي كاين محلات وعندهم اشكالات خطيره جدا كتنعكس على حياتهم. وصلت للطلاق، وصلت تفريق نتاع اسره، وصلت انه ناس اللي غيمشيو للسجون ولكن لا احد يسال. قالوا لنا بعض الايام حنا ما عندناش اشكال، صبرنا. دابا 3 شهور، دابا 3 شهور. اليوم حنا امام وضع صعب ووضع قاسي جدا. مستعدين نحلوا القاعات ونلتزموا بالاجراءات كيفما كانت، يديروا لجان ديال المراقبه مرحبا، يكون التباعد ويكون نقص ديال العدد الحموله 50% 40%، حنا مستعدين. ولكن باش يكون الاقفال بهذا الشكل وما كاينش الاعانات، ما كاين حتى شي انتباه، هذا لا اظن انه سيحل المشكل. حنا اليوم جينا هنايا نحتجوا، ها انت شفتي ملي بداو الناس يحتجوا بغاش يديروا لقاو جواب على علاش سد لنا النوادي الرياضيه هنا في قنيطره، راه حيدوا لي بوندغول، طاروا على لي بوندغول، طاروا على الرايه، كلشي حيدوه. حنا جينا لان انا ما عندنا حتى شي جواب. اليوم نوادي القنيطره بوحدهم اللي سادين، علاش ما فهمناش؟ حنايا النهار الاول، حنا دابا اكثر من 7 شهور وحنا سادين، سدينا 3 شهور الاولى اللي عطاتنا الدوله اللي كلشي سد، حلينا حتى لشهر 7، هما عاودوا سدوا لنا من شهر 10 وحنا سادين، وحنا النوادي بوحدنا اللي متضررين هنايا. شهر الرباط حاله، وسلاح حاله، وتماره حاله، والهرهوره حاله، وسيدي يحيى حال، وسيدي سليمان حال، وكلشي وكل هاد الجهات اللي على هاد الجهه هادي وحالين. حنا دابا وين كنتسائلوا واش هذا الشيء مورا شي واحد، يعني كاينه شي يد خفاء مورا هذا الشيء؟ كيف يعقل؟ اشنو واش شي حاجه اللي مستهدفين فيها غير نوادي القنيطره ولا شنو واقع؟ حنا الفئه ديال المدربين ديال القاعات الرياضيه جينا اليوم شنقول لك باش نعبروا على المعاناه ديال هذا القطاع هذا اللي مغيب، لا من جهه السلطات ديال القنيطره ولا على المستوى الوطني. قطاع ديال الرياضه اللي توقف عن العمل بوندون واحد المده ديال 3 شهور، خدمنا شهرين ورجعنا ثاني لوقف العمل لواحد المده طويله، وبالتالي هاد الاسر هذه اللي كتعيش من هاد العمل هذا بالنسبه لنا حنايا واحد الشباب اللي امتهن الرياضه وحاول يقوم بواحد الاعمال تربويه، كنشطوا البلاد، كنأطروا ابطال، واليوم كنشوفوا بان البلاد تخلات علينا. حنا راه ماشي كنديروا شي تجاره شي حاجه خايبه ولا، حنا راه كنربيو اجيال. حنا الا كانت هاد كورونا كتادي الناس، حنا راه كنحيدوها من الناس، علاش اللي ما يخليوناش حنا نترينيو؟ اصلا في الدواء ديال كورونا راه تيقول لك سبور اوبليجي، سبور. حنا علاش ما نديروش سبور؟ علاش حنا اللي ما نخدموش؟ علاش البيران حالين، القهاوي حالين، كلشي خدام، الشراب كيتباع، حنا ما نخدموش؟ علاش ما نخدموش؟ علاش؟ حنا راه ضرينا بزاف، ضرينا لاقصى درجة، وصلت لنا واحد الدرجة اللي ما تصورش. واش مدرب القيمة ديالو طاحت نهائيا؟ كانت شحال هادي المدرب أعلى مثال، ولينا حنا بحال شي كرة كيلعبوا بها كيضربوها بالرجلين. حنا كنطالبوا بهم غير يحلوا لنا، حنا بغينا نخدموا. ما دايرين حتى شي حاجة، التجأنا لجميع الأبواب، ما لقينا حتى شي حل اللي عطاوه لنا، حنا بغينا غير نخدموا. رضوان رضوان، امشي معاه.